اسم الخوف من المستقبل والتفكير فيه مهلك جدا، والدنيا بالورق وبالقلم والحسابات عمرها ما تتعاش والله. طب والعمل ما تحسب لهاش، ربنا دايما حساباته احسن، مدام الغيب بيد الله فتوقعه جميلا، ولا تخف من شيء قبل ان يحدث، لا تتخيل واصرف فكرك وخوفك عن الغيبيات، فهي في علم الله. واعلم ان البلاء اذا نزل على العبد ينزل معه اللطف، فاذا تصورت البلاء قبل ان يقع فقد استقبلت البلاء دون لطف واهلكت روحك. وجب عليك ان تتيقن ان لك رب قيوم لا ينام، فاطمئن به وتوكل عليه واستبشر وتفاءل دائما بالخير.